رسمنا يونس موتور كومباني او ريمكو هني وكوليج جي ام سي بلبنان. دائما معنا ربيع من الشركه ليخبرنا اكثر عن الاحتراسات الحلوه كثير من المصنع الامريكي. هاي ربيع. هاي جورج. يوكون فعلا يعني فينا نقول عنه اس يو في بكل المواصفات الواحد بيتمنى يحصل عليها. صح. موجودين بهالسياره او بهالاس يو في الرائع اللي معنا اليوم بالاستوديو. خبرنا اكثر بريف هيك صغيره عن السياره قبل ما نحكي شكل ونفوت بالديتيلز. كايوكون هي اذا بدك رابع جينيريشن بتعملها الجي ام سي. اوكي. هالسياره لها سنتين بالسوق، صارت تقريبا كل العالم تعرف قديش هالسياره زادت بالتكنولوجي اللي فيها وزادت باللكجري اللي فيها. قبل كجينيريشنز يمكن ما كان فيها هالقد لكجري، ما كان فيها هالقد اذا بدك فوكس على رفاهيه السياره وايلد درايفنج، يعني انت عم تسوق السياره بالاوبشنز اللي زادوها فيها وباللوك اكيد اللي حسنوا كثير فيها. خلينا رح نحكي كثير انتيريور بالسياره، بس بدايه بدنا نشوف نستعرض سوا هالشكل الاجريسيف الرائع جدا لليوكون الجديد. فعلا يعني فينا نقول السيارة بتلبي كل الطموحات بحجم كمان عائلي، تعتبر فاميلي كار. فاميلي كار وبنفس الوقت فيك تكون فيها تكون بزنس كار، يعني لحدا بزنس مان مهم. وحتى للشباب يعني بحبوا أكيد النوع لأنه السيارة. لأنه اللوك اليوم كثير اجريسيف بالسيارة. صحيح. الجديدة من كان من الخلف او من قدام مع هالضوء الليد اللي موجود فيها والقصص اللي زادوها جديده. فيها كمان شوي طابع رياضي بنلاحظ مثلا بنشوف البامبرز من ورا معروف مع السبويلر الخلفي. صحيح. مع هالجنوطه الكبار كمان. اكيد 22 انش اللي كمان بيعطوك كثير ستابيليتي، واكيد بعدين بنرجع نحكي عن سسبنسيون اللي هي متميزه فيها اليوكا. بنشوف اللاينز كمان الكرام موجودين مع روف ريلز كمان على السقف كمان من الكرام. مزبوط. كثير عطيها طابع حلو لهالاس يو في. كمان تشوف ارتفاع مهم جدا عن الارض، فيها هيد روم شيء بيخلي تكون جاهزه لاصعب التحديات 100% واصعب الطرقات 100%. على كل حال بتصور ضوينا بشكل شوي كافي عن الشكل الخارجي لهاليوكون الرائع من جي ام سي. بننتقل هلا مع ربيع تنحكي عن الداخل الكثير لوكس بطبيعه الحال. مشاهدينا رفاهية على الآخر بالسيارة بالقعدة بكل شيء، يعني صراحة كان قاعدين بطيارة ربيع فيرست كلاس أكيد. صح. خبرنا عن هالديتيلز الحلوين مبينين عنا على كل حال، وما في لزوم نحكي عن رفاهية من حيث الجلد والتطريز وريحة الجلد الطالعة بالسيارة. مزبوط. بس بدي أوضح شغلة تفوت بكل الديتيلز أكيد منا أكثر من حلقة. صحيح. رح أحكي عن شوية قصص مش موجودة بحيالة سيارة مثل هالسيف بوكس اللي موجودة هون كرمال الفالي باركينج. يعني صرنا اليوم بنخاف من الفالي، فيك تحط اغراضك بقلبها، بتسكر السكرين مع الباسكود ببطل فيه يفتحها، ببطل فيه يسمع راديو لانه كسياره سياره حلوه بتعرف اكيد هذه الاغراض الخاصه. اكزاكتلي. وعندنا الوايرلس تشارجر، بتحط تليفونك هون اوتوماتيكلي بيشارج منه لوحده. في البراد تحت لل صحيح كمان براد بطريقه بحط البدنه فيه. صح. بسنده الايد ودائما عم يعطي سقوع المطلوب. بس اكيد عندنا فنتيليتد وهيتد سيتس، في عندنا هيتد سيتس للقعد ورا لانه عاده هيك سيارات اكيد في ناس عندها شوفيريه بهمها انه تكون دفيانه ورا قاعده بتحمي كراسيها. السيت تبع الدرايفر فيها اليرت باكج بترج اذا اشتغلوا السنسرات، اذا اشتغل البلايند سبوت وورنينج، اذا طلعنا عن الزياح الستيرنج دغري منه لوحده اوتوماتيكلي بيردك على قلب الزياح بلا ما انت تكون ضايق فيه. يعني بس هذه اذا الزيح مزبوطه مش مثل اذا الزيح مزبوطه. اكزاكتلي. مش على معظم طرقاتنا. السكرين الكبيره قدامنا اكيد فينا نكون عم نغير التيم بقلبها اذا فيك تروح لستاندرد وتكنولوجي. حلو كثير. بين اكيد بتاخذ 5 تليفونات مع فيها 6 يو اس بيز، فيها كار بلاي يلي هي شغله كثير متطوره، النافيجيشن مع خريطه لبنان موجوده فيها، كاميرا اكيد على الاريات، سنسرات ورا قدام هول موجودين، فتحه السقف موجوده، صندوق الكهرباء. يعني مع كمان غير هيك عنا وساعة كبيرة بالسيارة، يعني 6 أشخاص بتساع. 6 أشخاص بس لأنه بيقعدوا بكل سهولة، يعني ما في حدا قاعد مزروق أبدا. صح. بهالسيارة في فيرسيونتين، في واحدة بسبع ركاب وفي واحدة بست ركاب، وهو اللي فرق يلي هو السيت الرول بالنص. أوكي. يعني باختصار اس يو في أكثر من رائع، مش بس كشكل بالداخل، هلا كمان نحكي أكثر عن محرك هاليوكون بعض اللحظات. عم نرجع نستعرض هالشكل الامامي الحلو كثير لليوكون اكيد مع هالجريل الكروم، مسكر اكيد كل الابواب والصندوق الخلفي. بدي اقول لكم كمان مشاهدينا انه فيها سايد ستيبس بيفتحوا اوتوماتيكيا
بمجرد ما نفتح السيارة نفتح الباب هيك أكيد خاصة السيدات بتساعدهم أكثر تيطلعوا على السيارة بطريقة سهلة. أهلا. ربيع من ناحية المحرك يعني عنا كذا فيرسيون كمان. مظبوط في عنا كلهم محركات كبيرة ضخمة. أكيد بدي بس حط إذا بدك ديتيل معين عن هالموتور اللي هو إذا كان ال 6.2 لتر تبع الدينالي او ال 5.3 تبع اليوكون العادي اوتوماتيكلي بيفصل اربع سلاندر اذا نحن ماشيين على الهاي واي. يعني اليوم مصروف البنزين مع هالموتور الكبير عم بيكون يعني ما يخافوا ولا اكزاكتلي اليوم بقول لك هذا مصروفه كثير كبير. بالعكس اليوم مع الاربع سلاندر اللي عم يشتغل على الاوتوستراد او اذا كان 8 سلاندر مع التكنولوجي الدايركت انجكشن اللي موجوده فيه كثير منيحه. اذا بنرجع نركز على الموتور عندنا موتورين واحد 5.3 8 سلاندر 355 حصان أكيد مع 6 غيارات أوتوماتيك وعندنا الموتور تبع دينالي 6.2 كمان 8 سلندر 420 حصان موتورين جبارين أكيد. الموتور تبع دينالي بيجي مع 8 غيارات أكيد أوتوماتيك ترانسميشن very good. أكيد مع كل شيء أنظمة سلامة موجودة ABS-CVT ما في زوم نحكي عنها لأنه السيارة كتير لوكس عطول بس كسيفتي عندهم طول الأمريكان قصص متقدمة عن غيرهم. في عندهم هذا الإيرباج اللي موجود بين الباسنجر والدرايفر لحتى لا سمح الله إذا صار سايد امباكت يفتح ايرباك يحميهم من بعض. صحيح. بنحكي هلا ستارتنج برايس نشوف اليوم قديه موجود بلبنان اليوكون. ربيع حابين نعرف اليوم شو سعر هالمركبه هيدي مش هالسياره صراحه. اليوم عاملين اذا بدك كامبين كثير كبيره على اليوكون نازل سعرها بطريقه اذا بدك شوي غريبه. سعر اليوم 69.900 لهيك سياره. السعر تقريبا نزل 10,000 يعني عن شو كانت قبل وشو هلا صارت. واكيد كاتيجوريز بتطلع ديبندز الكاتيجوري اللي بدنا ناخذها بتطلع بالسعر. اليوم السعر هو انكلودينج في اي تي منه اكسكلودينج داخل في التي في كثير منيح. لكن سعر مغري جدا بتصور لهيك نوع من السيارات وخاصه عن نعرف كلنا شو هو اليوكون من جي ام سي. شكرا لك ربيع. بس بدي بحب اوضح شغله اكيد الوارنتي عم نعطيها 3 سنين او 100,000 كيلومتر. تست درايف موجودة للكل اللي حب يعمل تست درايف والشورمز نحن من شيح في عنا بتبي وفي عنا بفيردا. شكرا مرة جديدة ربيع إلى اللقاء بكرة إذا الأرض بحلقة جديدة دائما على MTV.